بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده يا شباب هنتكلم عن تاني دروس الوحدة الأخيرة من تاريخ الصف الأول الثانوي. هنتكلم عن درس بعنوان مصر تحت الاحتلال البطالمة أو مصر تحت حكم البطالمة. هنبدأ كلامنا بالإسكندر الأكبر اللي احنا ختمنا بيه الدرس اللي فات. الإسكندر الأكبر كان ابن الأب اسمه فيليب المقدوني، وأبوه فيليب المقدوني كان نفسه يحقق حلمين، كان نفسه يعمل عملين، حلمين يحققهم. الحلم الاول اللي نفسه يحققه ابو الاسكندر الاكبر اللي هو اسمه فيليب المقدوني، اللي هو وحد مقدونيا كلها تحت حكمه او بلاد اليونان تحت حكمه، وفعلا عمل كده. اما الحلم الثاني اللي هو يهزم اعداء بلاد اليونان اللي هم الفرس، ولكن ابو الاسكندر الاكبر فيليب المقدوني ما قدرش على كده ومات، فاستكمل بعديه ابنه. انتصر الاسكندر الاكبر على الفرس بقى في اسيا الصغرى وفي سوريا وفلسطين، وبعد لما انتصر عليهم في اسيا الصغرى وسوريا وفلسطين توجه الى مصر. ليه؟ لان مصر كانت تحت حكم الفرس، وقدر يخش مصر ويسيطر عليها. الاسكندر الاكبر قدر يخش مصر ويسيطر عليها سنه 332 قبل الميلاد، وعمل امبراطوريه كبيره جدا، وقدر الاسكندر الاكبر يخش كل او معظم العالم القديم، يفتح او يحتل معظم العالم القديم. لذلك لقب الاسكندر الاكبر ب او لقب الاسكندر بلقب الاكبر. فعشان كده لقب الاكبر دوت خده نتيجه امور عسكريه او جيش، عشان ما يجي لي سؤال اختار يقول لي لقب الاسكندر الاكبر دوت حصل عليه ايه الهدف منه او بسبب ايه؟ بسبب هدف عسكري. هدف ايه؟ عسكري. دخل الاسكندر الاكبر مصر وطرد الفرس من مصر، وبدا الاسكندر الاكبر يعامل المصريين معامله حسنه من خلال معاملة المصريين في دينهم معاملة جيدة. فإيه اللي عمل الإسكندر الأكبر عشان يقدر يراضي المصريين؟ أول حاجة عملها قدم ولاءه للمعبودات المصرية، وعلى رأسها آمون. الإسكندر الأكبر زار معبد آمون وقدم للإله آمون القرابين، وقام بالطقوس الدينية اللي بيقوم بها المصريين. عشان كده المصريين لقبوه بلقب تاني، لقبوه بلقب ابن الإله آمون. الإسكندر الأكبر عمل او عامل مصر معامله حسنه. الاسكندر الاكبر كمان ابقى على النظام الاداري في مصر. يعني ايه الجمله دي؟ يعني مصر كانت ايام الفراعنه متقسمه ل 42 اقليم، ساب الامور الاداريه دي زي ما هي، ما غيرش فيها عشان ما يحسس المصريين ان في اختلاف زي ما هو جه، والاختلاف ده ممكن يخلي المصريين يكرهوه. ولكن الاسكندر الاكبر ابقى على النظام الاداري المصري. بعد ما الاسكندر الاكبر دخل مصر وعامل مصريين معامله جيده جدا، لقى الاسكندر الاكبر قريه قدام البحر المتوسط، بتبص على البحر المتوسط، اسمها قريه ركودة. قدامها ميه، والميه فيها جزيره اسمها جزيره فاروس. عجب الموقع ده جدا، الموقع ما بين قريه اسمها قريه ركودة وجزيره اسمها جزيره فاروس. يعمل الاسكندر ردم الميه اللي ما بينهم، ردم الميه اللي ما بين قريه ركودة وجزيره فاروس، بقت كلها قطعه ارض واحده. قطعة أرض إيه؟ واحدة. وبقت الأرض دي اتبنى عليها بيوت، وأصبحت من ذلك الوقت هي الإسكندرية. فكيف بنى الإسكندر الأكبر مدينة الإسكندرية؟ قام الإسكندر الأكبر بردم المياه بين قرية ركودة وجزيرة فاروس، وبذلك نشأت مدينة الإسكندرية. ليه؟ إشمعنى الإسكندر عايز يبني الإسكندرية؟ بناها لثلاث أسباب يا شباب. أول سبب بتحمل اسمه، عايز يسمي مدينة سمى على اسمه. تاني حاجة لها كلها دور ثقافي. الدور الثاني لمدينة الإسكندرية أو الهدف الثاني من بناء الإسكندر لمدينة الإسكندرية هو الدور الثقافي، من خلال إن يكون مدينة الإسكندرية دي مركز نشر الحضارة الإغريقية في العالم. يعني مظاهر وشكل بلاد الإغريق عملها في الإسكندرية، عمل معابد وبيوت ومساكن وكل شيء يشبه بلاد الإغريق. وتاني حاجة هدف تجاري، يعني الهدف الثالث دوت هدف تجاري عشان سؤال الاختيار. تكون قاعدة بحرية لتدعيم سيطرته على البحر المتوسط. ده هدف تجاري، وساعات ممكن أقول عليه كمان هدف عسكري. يبقى الثلاث أسباب لتحمل اسمه، وتكون مركز نشر الحضارة الإغريقية، وتكون قاعدة بحرية بتساعده يعني للسيطرة على البحر الإيه؟ المتوسط. ملحوظة كده على جنب، الإسكندر لقب بالأكبر لأنه من أكبر الفاتحين وحقق انتصارات مبهرة. بعد ما الإسكندر الأكبر بنى مدينة الإسكندرية قعد في مصر تقريبا سنة. غادر الإسكندر الأكبر مصر سنة 331 قبل الميلاد، وهو دخل مصر
سنة 332 قبل الميلاد، واحنا عارفين ان السنوات قبل الميلاد بتسير بالتناقص، يعني من 332 ل 331 سنة اتجه ناحية الشرق عشان يكمل فتوحاته او حروبه ضد مين؟ الفرس، وقدر ينتصر عليهم في ايران والعراق، وبعد كده استولى على كل املاكهم حتى وصل الى حدود الايه؟ الهند. وتوفي الاسكندر الاكبر سنه 323 قبل الميلاد. الاسكندر الاكبر يا شباب لما مات، مات دون ان يكون له وريث، ما عندوش ابناء، عمل امبراطوريه كبيره بس ما عندوش اللي يحكم من بعده، يورث من بعده. عشان كده قادة جيش الاسكندر الاكبر اجتمعوا في مدينة بابل وعملوا مؤتمر اسمه مؤتمر بابل، كان سنة 323 في السنة اللي مات فيها الاسكندر الاكبر. فين بابل دي يا شباب؟ في العراق. ولما مات الاسكندر الاكبر اتعمل المؤتمر دوت عشان يقسموا الامبراطورية ما بينهم. قادة جيش الاسكندر الاكبر اجتمعوا في مدينة بابل عشان يقسموا الامبراطورية، الامبراطورية الكبيرة اللي اتعملت او اللي عملها الاسكندر فيما بينهم. تمام؟ مصر وقعت من نصيب مين؟ بطليموس بن لاوس، وده كان من اعز اصدقاء الاسكندر ومن اخلص قاده الجيش بتاعه. ولما حكم بطليموس بن لاوس مصر اعلن نفسه حاكما على مصر يعني، واسس دوله جديده سميناها باسم ايه؟ دوله البطالمه. دوله الايه؟ البطالمه. وبدات البطالمه اثناء حكمهم لمصر يعملوا حضاره جديده، حضاره بنسميها باسم الحضاره الهيلينستيه. يعني ايه يا مستر؟ يعني احنا في مصر لينا شكل في بيوتنا، شكل في معابدنا، شكل في حياتنا الاجتماعيه، والبطالمه اللي هم سكان بلاد اليونان ليهم شكل في معابدهم وبيوتهم وحياتهم الاجتماعيه. لما جم البطالمه عملوا بيوت ومعابد فيها تشبه ما بين الحضاره المصريه والحضاره بتاعت اليونان، الحضاره المصريه وحضاره اليونان، يعني تلاقي البيت شكله مصري على يوناني. طب دي نسميها حضاره ايه؟ مصريه ولا يونانيه؟ لا، قالوا هنسميها حضاره جديده وباسم جديد باسم الحضاره الهيلينستيه. عشان كده ايه نتائج وفاه الاسكندر الاكبر ولم يكن له وريث؟ اجتمعت قاده جيش الاسكندر في بابل سنه 323 قبل الميلاد وقسموا الامبراطوريه فيما بينهم. وكانت مصر من نصيب بطليموس بن لاوس الذي اعلن نفسه ملكا على البلاد سنه 305 قبل الميلاد. وبدأت دولة البطالمة وقامت حضارة كبيرة هنتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي حالا باسم الحضارة الهيلينستية. تعالوا نتكلم أول حاجة عن الجوانب السياسية أو الحياة السياسية اللي كانت بتتماس بها مصر في زمن البطالمة أو في زمن الحضارة الهيلينستية. هنتكلم عن نظام الحكم. البطالمة حكموا مصر من خلال الحكم الملكي الذي ورثوه من الفراعنة، عملوا زي الفراعنة بالظبط. يعني الفراعنة هيحكمونا او كانوا بيحكمونا حكم ملكي، الفرعون يحكم ولما يموت ابنه يتولى من بعده. بنفس الطريقه البطالمه حكمونا، كان الملك يملك كل شيء في مصر وله كل السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه والدينيه، يعني هو اللي يصدر القوانين، هو اللي يدي الاوامر، وهو اللي يصدر الاحكام، وهو اللي في ايده الدين. يعني في نظر المصريين الحاكم البطلمي ابن الاله، زي مصر بالظبط، زي مصر ايام الفراعنه لما كان الحاكم الفرعوني في نظر المصريين ابن الايه؟ الاله. هل كان في حد بيساعد الملك البطلمي او الحاكم البطلمي؟ يساعده في الحكم وزير الماليه وكبار القضاء. تمام؟ بس الدوله البطلميه في مصر يا شباب مر بمرحلتين. يعني ايه مرحلتين؟ يعني كان في فتره الدوله البطلميه في مصر قويه جدا، ودي اللي بنسميها المرحله الاولى، مرحله القوه والازدهار. طب يا مستر المرحله الاولى دي بدات من مين؟ بدات من بطليموس الاول وبطليموس الثاني واخرهم كان بطليموس الثالث. يعني المرحله الاولى او مرحله القوه كانت من ايام بطليموس الاول حتى بطليموس الايه؟ الثالث. ودول اللي بنسميهم يا شباب باسم البطالمه الاوائل. اما المرحله الثانيه مرحله ضعف، ومرحله الضعف بدات من عهد بطليموس الرابع. يبقى نعرف ان من بطليموس الرابع بدات دوله البطالمه تضعف، وكان اخر حكام البطالمه هو كليوباترا السابعه اللي حكم السنه 30 قبل الميلاد. يبقى المرحله الثانيه مرحله الضعف والانهيار بدات من بطليموس الرابع وانتهت عند كليوباترا السابعه وسنه 30 قبل الميلاد. اللي نعرف من الدرس ده والدرس الجاي ان دوله البطالمه هتنتهي سنه 30 قبل الميلاد. طب تعالوا بقى نتكلم عن المرحله الاولى وهنتكلم عن البطالمة الأوائل اللي هو بطليموس الأول وبطليموس الثاني وبطليموس الثالث. هنتكلم عن بطليموس الأول.
مين بطليموس الاول؟ اللي هو بطليموس ابن ناجوس الشباب، وهو لقب نفسه بالاول، ينتمي لاحد العائلات المقدونيه النبيله. يعني ايه النبيله؟ العريقه الغنيه جدا. ومقدونيا دي حته في بلاد اليونان، وقلنا كمان ان البطالمه كانوا اصلا قبل ما يجوا مصر كانوا في حته في بلاد اليونان اسمها مقدونيا، وكان بطليموس الاول ينتمي لاحد العائلات المقدونيه النبيله. دخلت حروب عديده بطليموس الاول عشان يقدر يسيطر على مصر، والحروب دي استمرت لفتره طويله. وبعد لما انتصر فيها بطليموس الاول قدر يعلن نفسه ملكا على البلاد سنه 305 قبل الميلاد، وكون امبراطوريه كبيره جدا سميت على اسمه. الاسكندر او بطليموس الاول اول لما حكم مصر، واول لما دخل في حروب كتيره وقدر ينتصر فيها، لقب بلقب المنقذ. لقب بلقب المنقذ، واللقب ده يا شباب عشان دوره العسكري، ان هو قدر ينتصر في الصراع اللي دخل فيه قبل لما يفرض سيطرته على مصر. بطليموس الثاني هو ابن بطليموس الاول، وتولى العرش بعد وفاه ابيه، واحدث نهضه كبيره في شتى المجالات. اصبحت مصر في عهد بطليموس الثاني امبراطوريه كبيره. ليه؟ لان بطليموس الثاني حكم اجزاء ثانيه الى جانب مصر. اتجه بجيشه ناحيه الجزيره العربيه وسيطر عليها، والبحر الاحمر وسيطر عليه، وافريقيا وسيطر عليها. فلما سيطر على الثلاث اماكن دول قدر يعمل امبراطوريه. ولما سيطر على الثلاث اماكن دول سيطر عليهم ليه؟ عشان يستولى على مواردهم، وده يكون هدف اقتصادي، وكمان يوسع حدود دولته ويعمل انتصارات، وده يكون هدف عسكري وسياسي. عشان كده نعرف ان بطليموس الثاني ايه الهدف من سيطرته على شبه الجزيره العربيه والبحر الاحمر وافريقيا؟ لتحقيق اهداف اقتصاديه وسياسيه وايه؟ وعسكريه. اما بطليموس الثالث خلف والده، يعني ايه؟ يعني يبقى ابن بطليموس الثاني، وكان يتمتع بصفات حميده. يعني كان بيختلف عن ابوه اللي هو بطليموس الثاني وعن جده اللي هو بطليموس الاول. كان طيب، كان خير، كان صالح في معاملته المصريين. ليه؟ الفتره اللي اتولى فيها بطليموس الثالث الضرائب زادت على المصريين، والاكل قل عند المصريين بسبب ظلم البطالمه. فلما جه بطليموس الثالث رفع واسقط الضرائب عن الاهالي، يعني خلاص لغى الضرائب من عليهم. تاني حاجه فتح صوامع الغلال الحكوميه. يعني ايه صوامع الغلال الحكوميه؟ مخازن القمح بتاعت الدوله الحكوميه، يعني بتاعت الدوله. وبدا يوزع الاموال والغلال القمح يعني على المصريين. ايه السبب وايه اللي حصل؟ اللي حصل منسوب ميه النيل جه قليل، فيضان النيل جه قليل. لما جه فيضان النيل قليل المحاصيل الزراعيه قلت، فحصلت مجاعه، والمجاعه دي خلت بطليموس الثالث يفرض او ينهي او يلغي الضرائب من على المصريين، وفي نفس الوقت يفتح صوامع الغلال او مخازن القمح للمصريين. وكان محبا للعلم والثقافه. للثلاث اسباب دول او للثلاث حاجات اللي عملهم دول او الحاجات اللي عملها بطليموس الثالث، ده اللي خلى المصريين يلقبوه بالخير او الايه؟ او الصالح. ده بالنسبه لبطليموس الثالث وبالنسبه للبطالمه الاوائل. اما المرحله الثانيه اللي هم البطالمه الضعاف في مرحله الضعف والانهيار، اللي هي بتبدا ببطليموس الرابع. مش كده بقول في الاول؟ يعتبر عهده بدايه مرحله التدهور لحكم البطالمه. بطليموس الخامس عندما توفي بطليموس الرابع تولى، وكان طفل، ترك طفلا لم يتجاوز السبع، يعني عمره كان 7 سنين. بطليموس الرابع لما مات ترك طفل صغير عمره لا يتجاوز سبع سنين. فكان في واحد هيكون واصي عليه، لان ما ينفعش واحد عمره 7 سنين يحكم. اسمه ايه؟ اجوزا لاكيس. ودوت انفرض بالوصايا على الملك الصغير اللي هو بطليموس الخامس. والراجل دوت قدر ينفرد بحكم البلاد، وبقى مش بيحكم لمصالح البلاد او لصالح مصر، لا، بقى بيحكم من اجل تحقيق مصالح شخصيه. فانهارت البلاد سياسيا واقتصاديا، وفقدت معظم املاكها الخارجيه اللي قدر البطالمه الاوائل سواء بطليموس الاول او الثاني او الثالث يعملوها، بسبب الملك اللي هيكون وارث او حاكم بالوصايا على بطليموس الخامس.
هنتكلم دلوقتي عن كليوباترا السبعة. كليوباترا السبعة يا شباب هي آخر ملوك البطالمة، وتولت العرش مع أخيها بطليموس الـ13. بطليموس الـ13 ده غرق، مات غريق أثناء حرب الإسكندرية. ففي واحد اسمه يوليوس قيصر. مين يوليوس قيصر ده؟ كان إمبراطور على الحضارة الرومانية في أوروبا، وكان في الوقت ده يوليوس قيصر هو اللي بيتحكم في مصر، لأن الدولة الرومانية كانت قوية جدا. فيوليوس قيصر ده أجلس كليوباترا مع أخيها الأصغر بطليموس الـ14، تمام؟ وسرعان ما تخلصت كليوباترا السبعة منهم، قتلت أخوها. ليه؟ لتجلس ابنها من يوليوس قيصر، لأنها اتزوجت يوليوس قيصر، فخلت ابنها من يوليوس قيصر حاكما على مين؟ على مصر، وهي معاه، لأن كليوباترا السبعة كانت بتخطط إن هي تصبح ملكة على مصر وعلى روما من خلال ابنها من يوليوس قيصر. من يوليوس إيه؟ قيصر. وبعد فترة من الزمن يوليوس قيصر ده مات، ولما مات الإمبراطورية الرومانية انقسمت إلى قسمين، واحد قسم شرقي خده أو كان بيحكمه واحد اسمه أنطونيوس، وقسم غربي في الإمبراطورية الرومانية كان بيحكمه واحد اسمه أوكتافيوس. طب كليوباترا ايه وضعها في الموضوع ده؟ كليوباترا اتحالفت مع ماركوس انطونيوس اللي هو كان بيتولى حكم القسم الشرقي من الامبراطوريه الرومانيه، وحصل خلاف ما بين انطونيوس واوكتافيوس، وكليوباترا كانت واقفه مع انطونيوس. ايه اللي حصل بعد كده؟ ان قامت معركه اسمها اكتوم البحريه. المعركه دي هزم فيها ماركوس انطونيوس وهزمت فيها كليوباترا، فانتحر ماركوس انطونيوس وانتحرت كليوباترا. وبعد لما الاثنين انتحروا، تمام، تحولت مصر من بعد ذلك من دولة بطلمية أو تحت الحكم البطلمي إلى ولاية رومانية. ولاية إيه؟ رومانية. وبكده يا شباب أكون خلصت معاكم الجزء الأول من درس مصر في عصر البطالمة، وأشوفكم في الجزء الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.